فيديو النهارده هو توتوريال الرسم، وهنبدا نرسم الرسمه دي مع بعض. يلا بينا نبدا. الرسمه دي احنا هنبدا نرسمها مع بعض على برنامج الاليستريتور من الصفر خالص، ولو انتم محتاجين ان احنا بعد ما نرسم الرسمه دي نعمل لها فيديو تاني نحركها فيه فسيبوا لي تحت في الكومنتات، ويلا بينا كده على برنامج الاليستريتور ونشوف هنرسمها ازاي مع بعض. اول حاجه هنعمل صفحه جديده، وهنعمل المقاس بتاعنا 1920 بكسل في 1080 بكسل، والالوان بتاعتنا ار جي بي طبعا لانها رسمه مش هتطبع. وبعد كده نروح دايسين اوكي، واول حاجه هنبدا نعمل الباك جراوند البيج بتاعتنا اللي هي كانت ورا. هنجيب الشيب بتاع المستطيل وهنبدا نشده كده بالشكل ده، وبعد كده هندوس على حرف الاي عشان نجيب الدايركت سيليكشن تول، وبعد كده نحدد النقطتين دول وهنيجي عند قائمه الالاين. طبعا قائمه الالاين دي لو مش عندك بتجيبها من قائمه ويندو، هتلاقي هنا مكتوب الاين تمام، هتختارها هتجي لك ساعتها القائمه دي. وبعد كده وانت محدد النقطتين بالدايركت سيليكشن تول هتيجي عند الاين تو هنا، وهتعمل الاين تو ارت بورد، وبعد كده هتبدا تخلي الخطوط بتاعتك على حرف الصفحه بالظبط من هنا كده، وهتحدد النقطه دي وشيفت والنقطه الثانيه، وبعد كده تروح دايس هنا وهكذا برده هنا، تحدد النقطتين دول وبعد كده تروح دايس هنا كده. خلاص الشيب بتاعك بقى على حدود الصفحه بالظبط. هتلغي بقى الاستروك اللي عليه وهتبدا تلون ده بلون بيج مثلا الدرجه دي، ممكن نفتح الدرجه شويه كمان كده افضل. وبعد كده المفروض نعمل المكتب او الترابيزه اللي كان عليها القهوه والحاجه كلها، فدي لو تلاحظوا ان كان فيها زي ماتيريال خشب كده، فاحنا دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل ماتيريال زي دي كده بالظبط. اول حاجه بس هنعمل المكتب بتاعنا، المفروض برده بنعمل مستطيل وبعد كده بنلونه، بس احنا هناخد الشيب بتاعنا ده هندوس الت ونسحبه كده عشان يكرر معانا تمام. بعد كده نروح عاملين الاين من هنا ونبدا نطلع دي سنه فوق، وبعد كده نبدا نلون باللون اللي هو كان الكحلي اللي كان موجود بيه اصلا اللي هو اللون ده، او ممكن هو كان افتح شويه، نعمل درجه افتح بالشكل ده. ده كده كان الترابيزه من فوق. طب عايزين نعمل الحافه بتاعه الترابيزه اللي بتبقى تحت دي، هناخد الشكل ده وندوس الت ونكرره كده، وبعد كده هنيجي عند قائمه اللايرز وهننزل اللاير بتاعه تحت اللاير بتاع الترابيزه من فوق، وبعد كده هنغمق اللون بتاعه بالشكل ده كده. كده الحافه اتعملت معانا ايه، ممكن ننزلها تحت كده نصغرها. ودلوقتي بقى عشان نعمل ماتيريال الخشب، انا كنت شفت تكنيك معين كده في فيديو على اليوتيوب فانا هشرحه لكم لان نتيجته حلوه جدا. هنيجي عند التولز هنا هنلاقي ان في حاجه اسمها لاين تول، هندوس كليك يمين عليها، بعد كده هنلاقي اداه اسمها بولر جريد، هندوس عليها وبعد كده نبدا نشد الشيب بالشكل ده تمام. وبعد كده هندوس حرف الاي عشان نجيب الدايركت سيليكشن تول ونمسح النقط اللي هنا دي، نمسح دي كده تمام. الشكل مش معمول له ستروك او مش معمول له لون فهو مش ظاهر معانا، هندوس كنترول واي عشان نجيب الاوتلاين، وبعد كده نبدا نمسح ده برده ونمسح ده ونمسح ده، نفضل نمسح كل الخطوط اللي هنا دي، وبعد كده نحدد الدوائر بتاعتنا دي كلها كده، وهنبدا نعمل لها لون افتح من لون المكتب ده بالظبط. هندوس حرف الاي عشان نجيب الاي دروبر وهنلون كده بالشكل ده تمام. بعد كده هنقلب اللون الفل اللي احنا عملناه ده ستروك، بنقلبه من شيفت اكس، شيفت اكس بتقلب اللون بتاعنا ستروك او فل والعكس، يعني دوست شيفت اكس تاني بيقلب فل، دوست شيفت اكس بيقلب ستروك. بعد كده نبدا نفتح اللون بتاعنا، نديله درجه افتح كده بالشكل ده، ونحرك الشيب بتاعنا فوق ونبدا بس ايه نمطه كده بالشكل ده ونكرره جنب بعض، ونبدا نعمل اشكال منه كده، ندوس بس كنترول واي عشان نجيب الاوتلاين، وبعد كده نجيب الدايركت سيليكشن تول اللي هي الشورت كات بتاع حرف الاي اللي هي التول اللي هنا دي، ونبدا نلعب بس في الاشكال كده نخليها عشوائيه شويه، وبعد كده نكرر الشكل ده ونصغره كده وناخد دي كده لوحدها نطولها وهكذا، نبدا بس نخلي الشكل بشكل عشوائي. بعد كده ندوس كنترول واي تاني عشان نرجع للوضع العادي، هنحدد دول كلهم وهنحطهم في جروب وهنقلبهم كده بالشكل ده. وبعد كده هنيجي عند الاداه اللي اسمها وارب تول اللي هنلاقيها هنا اهي، تاني اداه هنا تمام الوارب تول، وهنبدا نخلي الشكل متعرج بالشكل ده تمام. بس احنا ممكن نكبر السايز بتاعها الاول، هندوس كليكتين عليها ونبدا نكبر السايز، طبعا انا بكبر السايز بالسكرول بتاعه الماوس اللي هي البليه بتاعه الماوس. نبدا نخلي الشكل بالشكل ده، نقعد نعمل تعريج عشوائيه كده لان دي اللي هتدينا احساس او ماتيريال الخشب بس كده. وبعد كده هنجيب الشيب بتاعنا ده هنبدا ننزله تحت كده، طبعا ممكن نكبر الاستروك شويه، وبعد كده نبدا نمطه كده بالشكل ده هيطلع معانا بالشكل ده. ممكن نصغر الاستروك تاني او نخليه مثلا درجه متوسطه بين الاثنين. هنا الاستروك بتاعنا 0.8 احنا هنعمله 0.6 تمام كده. وبعد كده نكرر الشيب بتاعنا ده، وبعد كده نعمل ريفريكت للجروب بتاعنا اللي احنا كررناه ده، هنعمل له ريفريكت من قائمه البروبرتيز اللي هنا دي، طبعا القائمه دي لو مش عندك بتجيبها برده من ويندو اهي، بتعمل فليب هوريزونتال وفيرتيكال كده تمام، تبدا تراجعه مكانه عشان هو اتحرك بالشكل ده كده. وبعد كده ممكن تبدا تحركهم كده، تلعب في المقاسات بتاعتهم تظبطهم كده بحيث ان ايه يملوا شويه الفراغات دي. بعد كده تحدد الاثنين وهتحطهم في جروب وهتبدا توصلهم بقائمه الاونلاين،
وممكن تبدا تمطهم كده بالعرض وتظبطهم برده بالطول تمام. وبعد كده هتعمل لهم ماسك عشان خاطر الحاجات اللي طالعه بره دي. هتحدد الشيب بتاعك وهتدوس كنترول سي وكنترول اف كده انت قررت الشيب بتاعك. بعد كده من قائمه اللايرز هتبدا تطلع الشيب بتاعك فوق الجروب وهتحدد الجروب والشيب بتوعك وهتدوس كنترول 7 اللي هتعمل لك الماسك. بقى معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا ممكن الاوباستي بتاعتها نقللها شويه يعني ممكن مثلا نخلي الاوباستي هنا 50 كده الطف كده الطف بكتير. وبعد كده دلوقتي عايزين نعمل خطوط ورا في الباك جراوند تديك احساس ان في زي سيراميك او في حاجه ورا في الحيطه. ودي هنعملها ازاي؟ هنجيب البين تول وهنبدا نعمل خط من اول الصفحه لحد اخرها بالشكل ده. والخط ده هنعمله ستروك وهنعمله لونه بيج بس اغمق. هنيجي نختار درجه البيج دي بالاي دروبر وبعد كده نقلبها ستروك من شيفت اكس وبعد كده نحدد الستروك وهنبدا نغمق الدرجه بالشكل ده كده وندوس اوكي. بعد كده ننزل الخط بتاعنا ممكن ندخل الستروك بتاعه شويه ونوسطنه بس من الالاين وبعد كده ناخده ندوس الت ونشده كده. بعد كده ندوس كنترول دي عشان نفضل نكرر التكرار اللي احنا عملناه. بعد كده تحدد الاربعه دول وهتحطهم كلهم في جروب وهتبدا ايه توسطنهم كده بالشكل ده. انا شايف ان احنا ممكن نفتح الدرجه شويه بالشكل ده كده. وبعد كده دلوقتي هنبدا نعمل خطوط بالطول. هنحط نقطه هنا وندوس شيفت ونحط نقطه هنا. بندوس شيفت عشان الخط يطلع معانا مستقيم وبعد كده نبدا نكرر ده بالشكل ده وهندوس كنترول دي عشان اخر حركه احنا عملناها تفضل تتكرر زي ما هي بنفس المسافات. بعد كده نحدد كل النقط دي. طبعا واحنا بنحدد النقط دي غصب عننا الخلفيه بتحدد فهندوس كنترول 2 على الخلفيه عشان خاطر اللاير بتاعها يتقفل. بعد كده نحدد كل دول وهنحطهم في جروب وهنبدا نوسطهم كده من قائمه الالاين وبعد كده ناخد دول ندوس الت ونشدهم ونحطهم هنا. طبعا هي مش نفس المسافه فاحنا هنبدا نشدهم كده بالطول وهنبدا نكرر برده نفس الكلام. كده احنا خلصنا اول مرحله في الرسمه واللي هي الباك جراوند اللي هي الترابيزه اللي هي واخده ماتيريال الخشب وتعلمنا ازاي نقدر نعمل الماتيريال بتاعه الخشب. وبعد كده عملنا الخطوط اللي ورا اللي هي تديك احساس ان في زي سيراميك او حاجه مخططه ورا. ودلوقتي بقى هنخش ونبدا نرسم الفنجان بتاع القهوه وحبتين السكر اللي كانوا قدامه. عشان نرسم الفنجان هنرسمه بره الصفحه وبعد كده نقله جوه الصفحه تاني. هنقف عند البين تول وهنبدا نرسم الفنجان مع بعض. اول حاجه هنحط نقطه هنا والنقطه الثانيه هنا والنقطه الثالثه هنا كده بالشكل ده. وبعد كده عشان نلغي المماس اللي ظهر معانا ده هندوس كليك هنا يتلغي معانا. هنوصل النقطتين دول ببعض بس مش هنسيب ايدنا غير لما المنحنى نظبطه كده بالشكل ده غير واحنا بنحرك الماوس والمنحنى بيتظبط معانا كده. بعد كده ممكن نظبط الشيب اللي احنا رسمناه ده. هندوس حرف الاي عشان نجيب الدايركت سيليكشن تول وهننزل بيه تحت كده شويه نبدا نظبطه كده بالشكل ده تمام. بعد كده نبدا نلون الشيب ده بلون اصفر هنقلبه فيل هندوس شيفت اكس وبعد كده ندوس كليكتين على اللون وهنبدا نلونه باللون الاصفر اللي هو ده بالظبط كده. بعد كده ممكن نظبط الشيب شويه تاني وبعد كده هنبدا نجيب الشيب بتاع الدايره وهنعمل التجويف اللي من جوه بالشكل ده كده. نبدا نحط الطرف ده هنا والطرف ده هنا. طبعا انا بتحكم في النقط دي بالدايركت سيليكشن تول زي ما قلنا ونبدا نظبط الشيب بتاعنا بالشكل ده تمام. بعد كده ناخد الشيب الدايره ده هننزله تحت لير الشيب اللي احنا رسمناه بتاع جسم الفنجان وبعد كده هنديله لون اصفر اغمق ناحيه الاورنج كده اغمق وناحيه الاورنج بالشكل ده كده. ممكن نغمق كمان. بعد كده ممكن نقف عند النقطه دي بالدايركت سيليكشن تول ونبدا نظبط كده شويه في الشيب بتاعنا بالشكل ده. بدوس الت وبتحكم في السلايدر ده كده بالشكل ده. بعد كده نقف هنا مش هنلاقي سلايدر ناحيه التجويف فساعتها هندوس عند كلمه كونفرت واحنا عند الدايركت سيليكشن تول هندوس على المنحنى ده ساعتها هيعمل معانا بالشكل ده. هندوس الت هنا ونعدل الخط ده نرجعه مكانه وهندوس الت هنا برده على الخط ده ونبدا نظبطه كده بالشكل ده. بعد كده نبدا نظبط التجويف ده تاني وبعد كده عايزين نعمل سطح القهوه اللي هيبقى جوه يعني يبان ان في حاجه جوه مشروب ودي هنعملها بلون بني. هنجيب برده الشيب بتاع الدايره وهنشد الدايره بالشكل ده وبعد كده هنديها لون بني وبعد كده نبدا ننزل اللير بتاعها تحت الجسم نفسه بتاع الفنجان يعني بين اللير بتاع الجسم وبين اللير بتاع الحته اللي ورا. وبعد كده نبدا نصغر شويه كده وعايزين نعمل تمويك شويه مش عايزينه يبقى نص دايره كده 100%. هندوس على حرف الزائد عشان خاطر نجيب البين تول بلس اللي هي بتضيف نقط اللي هي بتبقى هنا دي اللي هي اد انكور بوينت اللي بتضيف انكور بوينت تمام. هندوس كليك هنا عملنا نقطه وكليك هنا هنعمل نقطه. بعد كده ندوس حرف الاي ونبدا نطلع بدي سنه وننزل بدي ممكن نطلع بدي تاني اللي هو هنخلي الشكل مش ستريت كده نعمله بالشكل ده كده تمام. بعد كده ناقصنا دلوقتي اليد نفسها بتاعت الفنجان. هنجيب البين تول وهنحط نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه ثالثه هنا وبالكيرف كده. بعد كده هندوس شيفت اكس عشان نقلب اللون بتاعنا ستروك وبعد كده هنجيب الاي دروبر وهنبدا نلون اليد باللون ده. بعد كده ندوس شيفت اكس عشان نقلبه ستروك وبعد كده نبدا نكبر الستروك بتاعه من هنا كده.
بعد كده هنرجعه تحت لير الجسم بتاع البنك بالشكل ده ونبدأ بس نظبطه. وبعد كده دلوقتي الاستروك ده هنقلبه فيل عشان نقدر نتحكم فيه اكتر. هنيجي عند قائمه اوبجكت وهنختار باص وبعد كده نختار اوت لاين ستروك. كده الاستروك بتاعنا اتقلب فيل. ودلوقتي عايزين نعمل حته غامقه هنا بحيث ان الفنجان ما يبقاش فلات 100%. هنجيب البين تول وهنحط نقطه هنا ونقطه ثانيه هنا ونشد كده وبعد كده نرسم في الفراغ كده. بعد كده تقف عند جسم المج وتدوس كنترول سي وكنترول اف. كده انت قررت المج. بعد كده تطلع اللير اللي انت قررته ده فوق الشيب اللي انت رسمته بره ده. هتحدد الاثنين مع بعض وهتروح جاي عند قائمه الباس فايندر وهتختار الشيب ده اللي هو تالت واحد. بعد كده تبدا تختار درجه اغمق شويه من اللون الاصفر اللي انت واقف عليه اللي هو مثلا هتختار الدرجه دي وتنزل تحت سنه صغيره بالشكل ده كده. كده انت غمقت الحته دي. وعايزين دلوقتي نعمل هنا حته فاتحه بحيث ان يبان مثلا ان في زي نور ضارب هنا تدي احساس اللي هو تدي احساس الفنجان او الازاز كده. هنجيب البين تول بعد كده نحط نقطه هنا ونقطه ثانيه هنا كده بالشكل ده. وبعد كده هنقلب الخط بتاعنا ده ستروك من شيفت اكس. وبعد كده نيجي عند اللون الستروك هنعمله ابيض ونبدا نكبر الستروك بتاعنا. وبعد كده نيجي عند كلمه ستروك اللي هنا دي وهنعمل الشيب بتاعنا الكاب بتاعه وهنعمله راوند كده بالشكل ده. كده خدت معانا الشكل ده. ممكن نبدا نصغره شويه تاني وبعد كده نشده الت ونسحب كده ونعمل شيب تاني بس اصغر منه شويه بالشكل ده كده. ممكن ندخلهم جوه شويه الاثنين دول. وبعد كده نحدد المج كله اللي احنا عملناه ده مع بعض وهندوس كنترول جي نحطه في جروب. بعد كده نبدا ننزله تحت تمام. ودلوقتي بقى نخش على مرحله الشادو. عايزين نعمل شادو تحت الفنجان ده. هنجيب الدايره وهنعمل شكل بيضاوي تحته كده وهناخد اللون ده الغامق ده وهنبدا ننزله تحت الفنجان تحت لير الفنجان. هنجيب قائمه اللايرز وهنبدا ننزل كده تحت الفنجان كده واتظبط معانا. هنحدد الاثنين دول كده ونحطهم في جروب. وبعد كده دلوقتي هنبدا نعمل حبوب السكر. حبوب السكر دي عباره عن مكعبات. فهنبدا نجيب الشيب بتاع المربع عادي وهنعمله كده وهنخلي لونه ابيض. هنيجي عند اللون الفل هنعمله ابيض. وبعد كده نجيب الشيب ده هنكرره كده مع بعض وهنجيب النقطتين دول وعشان نعمل لهم زي منظور هنعملهم كده بالشكل ده. هرجعهم ورا كده يعني بالنقطتين دول هنرجعهم كده تمام. والنقطتين دول هنخليهم عند حرف النقطتين دول كده بالشكل ده. وهنبدا ننزل دول تحت كده. وبعد كده نكرر برده الشكل ده وهنعمل نفس الخطوات. هنحدد النقطتين دول وهنحطهم هنا عند اول الشكل والنقطتين دول كده هناخدهم نوصلهم بدول كده. كده احنا عملنا زي مكعب تمام. هنخلي بقى اللون اللي فوق ده اغمق سنه كده وهنخلي اللون اللي في الجنب اغمق من اللون اللي فوق كمان يعني اغمق اكتر شويه بالشكل ده كده. فكده اداك احساس ان هو مكعب سكر. هتحدد الثلاث جوانب اللي انت عملتهم دول وهتدوس كنترول جي حطيتهم كده في جروب. تبدا تصغرهم كده عشان تعملهم كانهم حبوب سكر. وبعد كده تحط حبايه مثلا ورا الفنجان. هتجيب قائمه اللايرز وهتنزلها تحت الفنجان كده بس كده. وبكده احنا خلصنا الخلفيه وخلصنا فنجان القهوه وحبوب السكر. ودلوقتي خلينا مع بعض نشوف ازاي نقدر نرسم البويلر. هنجيب الشيب بتاع المستطيل بتاعنا عادي وهنبدا نلونه بس باللون الاصفر نفس لون الفنجان ده. هنجيب الاي دروبر اللي هي الشورت كات بتاع حرف الاي وهندوس كليك هنا اللون هيتاخد معانا. وبعد كده نحدد النقطتين دول بالدايركت سيليكشن تول. وبعد كده نيجي عند كلمه كونفرت هنعمل الكيرف بتاعنا بالشكل ده تمام. وبعد كده نبدا نظبط النقط بتاعتنا. هندوس الت ونسحب كده وندوس هنا الت ونشد كده الضلع ده وهكذا برده هنا وهنا. وبعد كده نحدد النقطتين دول وعند الكورتين دول هنبدا نعمل الشيب بتاعنا بالشكل ده تمام. وبعد كده دلوقتي عايزين نضم الحته اللي فوق او نخليها اصغر من اللي تحت. في طريقتين انك انت تحدد النقطه دي وتحركها كده وفي حركه ثانيه انك هتدوس على حرف الاي عشان تجيب التول بتاعت الفري ترانسفورم اللي هنا دي. وبعد كده تحدد تالت شكل هنا اللي هو مكتوب عليه برسبكتيف. وبعد كده تشد هنا هتلاقي الشكل بيتضم معاك بالشكل ده. وبعد كده تجيب الشيب بتاع الدايره وتبدا تشده بالشكل ده كده وهتبدا تظبطه على فوق بالظبط بالشكل ده. وبعد كده تبدا تلونه باللون الغامق اللي احنا كنا عاملينه في الفنجان. وبعد كده تاخده كنترول سي وكنترول اف عشان تكرره. وبعد كده تبدا تصغره تحطه كده فوق وهتديله اللون البني اللي كان لون القهوه اللي جوه بالشكل ده. وبعد كده تبدا تعمل له زي يد من فوق حاجه بيتفتح منها. هنجيب المستطيل وهنبدا نشد شيب بالشكل ده. وبعد كده هنجيب الدايره وهنبدا نعمل بالشكل ده كده كان ده المكان اللي بيتشد منه يعني. هنضيق دي كده بس وناخد دول كده. وبعد كده عند قائمه الالاين هنعمل الالاين تو سيليكشن وهنبدا نوصلهم مع بعض. وبعد كده نيجي عند الباس فايندر وهندمجهم كده. بعد كده نحدد النقطتين دول وهنبدا ايه نخليهم جايين سموزنج شويه كده بالشكل ده. وبعد كده دلوقتي محتاجين نعمل اليد اللي هنمسك منها البويلر. دي هنعملها ازاي؟ هنجيب البين تول وبعد كده نحط نقطه هنا والنقطه الثانيه هنا والنقطه الثالثه تبقى جايه كده. بعد كده نقلب اللون بتاعنا ستروك من شيفت اكس وهنيجي عند النقطه دي نعملها كده. وبعد كده نبدا ندخل الستروك بتاعنا من هنا
بعد كده ندوس شيفت دبليو عشان خاطر نجيب التول اللي هي دي اللي هي اسمها ويتس تول اللي هي بتحكم في تخن الخط او الاستروك بتاعك. بعد كده نبدا نضيق الحته دي نصغرها كده بالشكل ده ونبدا نتخن دي كده تمام. وبعد كده نيجي عند كلمه ستروك وهنعمل الكاب بتاعنا راوند بالشكل ده. بعد كده اليد دي هننزلها تحت جسم البويلر بتاعنا هنبدا ننزلها بالشكل ده كده كده احنا خلصنا اليد. بعد كده دلوقتي هنخش عند الحته اللي انت المفروض بتصب منها المشروب اللي جوه البويلر دي. هنجيب البين تول وهنبدا نتخيل شكلها مع بعض. هنحط نقطه هنا والنقطه الثانيه هنا بالشكل ده والنقطه الثالثه هنا تعمل زي مثلث كده. وبعد كده تروح دايس كليك هنا عشان تلغي المماس. بعد كده تروح موصل دول ببعض كده. بعد كده تقلب اللون الستروك بتاعك فيل من شيفت اكس. بعد كده تروح دايس على حرف الاي عشان تتحكم في النقطه دي تبدا تحطها عند الطرف بالظبط تبدا تظبط دي. وبعد كده تجيب البين تول تاني وهتبدا تحط نقطه هنا ونقطه هنا تبدا ترسم شكل عشوائي كده. بعد كده تغمق اللون البني ده شويه. بعد كده تيجي عند الحته اللي انت رسمتها دي تنزلها تحت جسم البويلر هيطلع معاك بالشكل ده. ممكن النقطه دي تحط هنا كده شكلها احسن بكتير. ممكن الدلع ده نظبطه كمان شويه اللي هو ده. بعد كده المفروض دلوقتي نعمل الحته اللي في النص اللي يبقى فيها التدريجات. هنجيب الشيب بتاع المستطيل بتاعنا عادي وبعد كده هنقف عند الكورنرز دي ونبدا نشدها كده. بعد كده ممكن نمطه شويه فوق بالشكل ده ونحطها كده في النص تمام. وبعد كده نبدا نعمل التدريجات اللي موجوده هنا. ممكن نعمل اربع تدريجات. هنجيب البين تول ونحط نقطه هنا وندوس شيفت ونحط النقطه الثانيه هنا. بعد كده نديها اللون الاصفر ده بالاي دروبر. بعد كده هنقلب اللون ده ستروك من شيفت اكس. بعد كده نقف عند السليكشن تول ونبدا ندخل الستروك بتاعنا بالشكل ده. وهنيجي عند كلمه الستروك هنعمل الكاب بتاعنا راوند. بعد كده نبدا نوسطنه بالشكل ده ونكرره اربع مرات. ندوس الت ونسحب وبعد كده ندوس كنترول دي التكرار هيبدا يتكرر معانا. هنحدد الاربع شرط دول وهنحطهم في جروب وهنحدد معاهم الجزء اللي ورا ده ونبدا نعمل لهم الاين بالشكل ده وهنحطهم كده في جروب كلهم. ممكن نصغر التخن بتاعهم. انا شايف الاستروك تخين قوي ممكن نخليه 3 مناسب. وممكن كمان نضيق المسافات بتاعتهم يعني نحدد النقط دي وندوس شيفت كده ونسحب كده تمام ونرجع نوسطهم تاني. بعد كده دلوقتي عايزين نعمل حته غامقه هنا عشان ما يبقاش برده البويلر بتاعنا فلات. هنجيب البين تول وهنحط نقطه هنا والنقطه الثانيه هنا ونرسم بالشكل ده كده تمام. بعد كده نرسم في الفراغ كده. بعد كده نحدد الشيب بتاعنا الاساسي بتاع جسم البويلر وندوس كنترول سي وكنترول اف. وبعد كده نبدا نطلع اللاير بتاعه ده فوق الشيب اللي احنا رسمناه وهنحدد الاثنين مع بعض. ومن قائمه الباس فايندر هنختار الاوبشن الثالث ده. بعد كده هندوس حرف الاي الاي دروبر عشان خاطر نجيب اللون الاورنج ده تطلع معانا بالشكل ده. ممكن ندوس حرف الاي هنا ونبدا نظبط المنحنى بتاعنا ده شويه. بعد كده هنعمل زي حته فاتحه هنا برده زي ما عملنا في الفنجان. هنجيب البين تول وهنرسم خط نقطه هنا وكليك ونقطه هنا. بعد كده نقلب اللون الفيل بتاعنا ستروك وهنحدد الستروك وهنعمل اللون بتاعنا ابيض ونبدا نتخنه. نقف عند السليكشن تول نحدد الشيب بتاعنا وبعد كده نبدا نتخنه كده بالشكل ده. بعد كده من عند كلمه الستروك الكاب هنعمله راوند. بعد كده نبدا نظبط الخط كده بتاعنا نصغره شويه وبعد كده نكرره وبرده نجيب النقطه دي ونضمه كده تمام. بعد كده نحدده كله هندوس كنترول جي نحطه في جروب ونبدا نصغره ونحطه هنا في المكان ده. عايزين هو يبقى اكبر من المج والمج بالسكر ممكن نصغرهم شويه. ندوس كنترول جي كلهم كده نصغرهم كده بالشكل ده وهو هيبقى واخد حجم كبير شويه. وبعد كده برضو هنعمل له شادو زي ما عملنا بالظبط في الفنجان. هنجيب الشيب بتاع الدايره وهنبدا نشد دايره ممطوطه كده تحت وهنديها نفس اللون ده وهنبدا ننزل اللاير بتاعها تحت اللاير البويلر نفسه بالشكل ده كده. وبكده احنا خلصنا رسمة النهاردة. لو الفيديو عجبك واستفدت فعلا متنساش تعمل لايك لان ده بيساعد في انتشار الفيديو وتشترك في القناة لو انت مهتم بالمحتوى عشان خاطر لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. عشان تتأكد ان الاشعارات كلها هتجيلك لازم تفعل الجرس اللي جنب علامة السبسكرايب وتعمله اول. متنساش تعمله فولو على الانستجرام لان هناك بنزل حاجات مهمة جدا هتفيدك. ودي كانت كل حاجة عندي النهاردة. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.